القافلة الخاصة مع أحواز صباح. أصغر أنواع الغرف عندهم غرفة البريميوم. غرفة البريميوم. هذه الإطلالات الجميلة على الوادي اللي ما يميز المكان عدم وجود أي حشرات أو بعوض أو ذباب أو غيره. هني حوض السباحة الرئيسي. وفرين هذا البقري تجول في أوقات ما قبل الشروق وبعد الغروب. صبحكم الله بالخير وأهلا وسهلا بالجميع. على غير العادة الأجواء غير باردة. ديانا بوينت أفضل مكان لمشاهدة الشروق والغروب في السلطنة. هذا التقرير يصف زيارة الأميرة ديانا لهذا المكان. قصة جميلة جدا لمن يرغب في هذا المكان. الأميرة ديانا أميرة الغروب كسرت جميع التقاليد الملكية وقررت المبيت في هذا المكان أو في نزوة تحديدا, النزوة الملقبة بالأحمد السلام, ليلتين. بيتت هني ليلتين وخلت الأمير تشارلز وعوانه يرجعون لمسقط. من جمال هذا المكان وصفته بأن أجمل مكان في حياته هذه البقعة اللي هي تشوفوها هني. هذه النقطة من هني كانت تشوف الوادي. أميرة ديانا مع الأمير تشارلز ولفت المرافق. الأمير تشارلز تعب هني في الريسبشن هناك تشوفونه تعب وما قدر يكمل. بيت هي كملت مع الوفد وكانت تلبس كعب عالي بحكم البروتوكولات الملكية ومشت هني سبحانه وانجرحت طاحت هني ونزل منها الدم. وعلى سبيل الدعابة قالوا بنسميها نقطة نزول دم الأميرة ديانا. قالت شلوا الدم وسموها ديانا بوينت. فمن يومها من عام 1986 سميها ديانا بوينت. في مذكرة من 13 صفحة تقريبا اطلعت عليها العائلة الملكية للأميرة ديانا ولم يتم نشرها للعامة. تنشر تقريبا بعد 45 سنة من وفاة الأميرة, يعني يمكن باقي لها حين 20 سنة. وهم هذه مذكرات سرية وتكلمت فيها عن الجبل الأخضر وعن الحمرة. بعد 30 سنة يعني عام 2016 تقريبا, بعد 30 سنة من زيارة الأمير تشارلز وديانا, رجع الأمير تشارلز يخاطب حكومة السلطنة ويطلب منهم زيارة الجبل الأخضر والحمرة تحديدا. ما حد يعرف شو أسباب هاي الزيارة الثانية, لكن أكيد لها سر بحكم المذكرات. عشنا يوم أمس أجمل أجواء غروب. الشمس هني كانت قوية سبحان الله, الشمس كانت قوية وفجأة اختفت شيئا فشيئا وحل الظلام بسرعة شديدة. هذه نقطة تأمل النجوم في المساء. هنا يحضر الفلكيين مساء مع عدساتهم وتلسكوباتهم وكاميراتهم يتأملون النجوم. بالرغم من ارتفاع الجبل الأخضر لأكثر عن 3000 متر عن سطح البحر, لكن أعلى نقطة في السلطنة وأول مكان تشرق منه الشمس في السلطنة هي سلسلة جبال الشمس في ولاية الحمرة على ما أعتقد. جبل الشمس هنا مساء يتم إشعال النيران وقرع الطبول في بعض الأحيان في ديانا بوينت. أما أجواء الشروق كما هو الحال في أليلة كذلك في أنانتارا, وجود مسارات لتسلق الجبال هني. وأنا في نقطة خطرة جدا جدا. الجاكوزي هذا يوفر هنا مساء يتم إشعال النيران وقرع الطبول في بعض الأحيان في ديانا بوينت. أما أجواء الشروق فهي ليست بتلك الأهمية هنا في أنانتارا لأنها تشرق في هذا الاتجاه, ولكن عند مغيبها من هذا الاتجاه تكون أجواء الغروب في أكثر من نقطة جميلة هنا. نقطة ما بعد الجاكوزي والمسبح وديانا بوينت وأخيرا هذه النقطة. ما أخبرنا موظفي أنانتارا بأن شهر مارس يشهد أنسب أجواء وأكثرها اعتدالا لزيارة الجبل الأخضر. في الصيف لو جيت إن شاء الله بتحصل الحصاد, حصاد الرمان والخوخ والمشمش وغيره موجود بكثرة. مؤخرا حصدوا جائزة أفضل منتجع في السلطنة والمنتجع رقم 6 على مستوى الشرق الأوسط. بعض من أشهر المحاصيل اللي زرعوها في المنتجع نفسه الرمان والزيتون والليمون والتفاح والخوخ والمشمش.
لكن مع الأسف ما في تقريبا ولا محصول موجود حاليا. معظم المحاصيل الزراعية ما بين شهري أبريل وأكتوبر. هذه الفلل بمسابح خاصة جميعها فيها خصوصية 100%، أما تكون الفلة مسكرة أو مطلة على الوادي. هذه ميزة الصحيان بدري، صلاة الفجر في وقتها ما في حد، كلهم رقود، يمكن ما شفت غير 2-3 من الزوار. تقريبا أجمل أجواء بعد ديانا بوينت هي في مطعم الميسان. هذه الإطلالات تناول ريوك. حاليا ما في موسم فنتارة وسعاره مقبولة جدا، لكن في الصيف أنصحكم أنتوا هني بدل من مخاسر وقص تذاكر وتسافرون. إذا شفتوا أنتارة سعاره غالية ممكن تشوفون خيارات بديلة في الصيف. ترجع السماء وسحاب يوفرون خيارات بديلة بسعارة ممتازة، إن شاء الله نزورهم بعد شوي. بأوامر سامية من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في عام 2011 تم السماح للجميع الزوار بزيارة الجبل الأخضر. هني الريسبشن الرئيسي والمطاعم وديانا بوينت والغرف، لكن الفلل لهم استقبال خاص فيهم بروحهم. والحين إن شاء الله رايحين للسماء وسحاب. منتجع هادي ما في صخب وانشطة كثيرة، موجود النادي الصحي، ملعب تنس، رماية القوس والسهم، كيدز كلب للأطفال ومنطقة. حتى السبا لم تسلم من الزراعة ومحاصيلها. ذكريات التمرين التنسي الفاخر في الملاعب الرملية بمازقان الجديدة مع الكابتن كريم خداري. معدات تسلق الجبال. الناس مسوين تيك اوت. هذه الفيلا من غرفة وصالة ما شاء الله. بدء العد التنازلي للغروب. اقل من 35 دقيقة. المفروض في قرع طبول هني كحال المالديف يقرعون الطبول مع الغروب، لكن هني تعبانين للأسف. العديد من الأجانب هنا يرددون amazing amazing من روعة المكان وجماله. وها هي الشمس قد غربت. لحظات يعني لا تقدر بثمن صراحة في الغروب هني مع الغروب في الجبل الأخضر. شوفوا رصد الغروب من الفلكيين، موضوع متعوب عليه مش فوضى. خريطة المنتجع، سفوح الوادي، ديانا بوينت، المسبح الرئيسي، غرف البريميوم والديلوكس، والسبا. ديانا بوينت نختم زيارتنا لهذا المنتجع الجميل. أجمل وادي وسفح جبل في السلطنة إن لم يكن في الشرق الأوسط بل في العالم بحسب وصف الأميرة ديانا.